يسعد اوقاتكم يا شباب، طمنوني عنكم شلون احوالكم. حبيت اعرفكم اخوي الشاب علي الشاب هون عمران. يا شباب انا اخر عمري اجوا 2 اولاد هون، شو بده يتحدوني؟ انا طبعا ما عندي مشكله، انا حابب كثير اتحداهم وراح اتحداهم بثلاث شغلات. طبعا انا بالاوزان اكيد انا راح، لاني انا اقدم منهم طبعا في المجال كمال اجسام، انا اقدم منهم. انا راح اتحداهم مو بالشيء الاوزان، راح اتحداهم بالثابت وبالسادس وبالمتوازي. موافقين شباب؟ موافقين. والعقوبه اللي بده يخسر بشرفي هذا الفيديو اللي نحن عم نصوره لا فيه كذب، يعني تحدي حقيقي هيك على الطبيعه، تحدي على الطبيعه ما فيه اي لف ودوران. اللي بده يخسر بده ينظف تواليتات النادي، بده ينظف تواليتات العقوبه معلش، ويكب زباله النادي. طبعا الزباله هي عباره عن بيدونات فاضيه. تفضلوا يا شباب شوفوا معي. اول تحدي طبعا هو بده يكون السادس، راح يعد كم عدي هو ربحان. 3 4 5 6 7 8 تقصد راس 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دق قدام ورا خضره ولا شيء 22 23 24 25 26 27 28 29. خمسة وستين 65. أول تحدي أنا ربحت فيه. يا شيخ شباب نختصر تواليتات يا عمان. طبعا هلا عنا التحدي الثاني يا شباب، هو تحدي السبت. عليهم بطلع السبت بضرب السيف ومسطرك ونجيب لتحت وما تصير تنتوك ولا واحد يطرح الإبهام من جوا من المرأة من جوا. ضيق إيدي شوي، ضيق إيدي شوي، ضيق شوي، سكر جريك سكت؟ لا جريك على السيف. هي؟ أي ولا هون تحضر بصار يقرب. طب واحد اثنين ثلاثة واحد أربعة
شباب لاني عمران طويل مسموح له يقطع رجلي، هو ما لازم يقطع رجلي بس مسموح له لاني رجلي هو لا تسال انا موظف كيلو ما لا لا والله زلمه مراجل مرجع افهم الجمهور افهم الجمهور عمران بيقدر يقطع رجلي زين طلع طلع موريز وماوس عبد الله أربعة خمسة موريز وماوس معي شباب يشرف يا شباب هذا هو الدستور هذا يشرف من عم شباب الله جدول يا شباب جدول هذا جاب خمسة هذا 12 إذا أنا جبت 13 أنا مربحان عليهم بسم الله الرحمن الرحيم طلعت زيك أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة إحدى عشر 14 15 واو تمام واش جاهز 10 من الجيش يا شباب في شرف يصحى 16 جاهز 10 بس مرحبا شباب الله عندنا التحدي المتوازي تحدي المتوازي طلع واحد تيتي عادي وتصبير شباب قرر شو نعمل عليه عندك اجا دور عمار شباب يشرف بيت عمزة تصير كل ذات عمار عجريت ركز وقال شو شو تصحى تتعلي واحد تيتين واحد تيتين زين عمار بعد شكا في واحد اثنين ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 13 رجال فرشلونة يا عمر 20 شباب علي صعب 32 اسمه نشوف معنا 20 موعد يلا 20 طيب يعني هو بيصير الله جدولي بسم الله
35 شباب انا رحمان اقسم بالله تحدي طبيعي لا فيه فبركه لا فيه قصص فيديو هيك على يعني مثل ما هو عم يصور اقسم بالله انا ربحت علي عفوا عمران فرشات الاولالين والكلور والفرشخانه ابلع احلام لا 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 في قصص يلا عسري يلا قسمت يعني التحدي حقيقي انا مالي لو ما يخسر الفردات وانا حلاته انا مالي لو علي مالي انا بحاول خلاص يا شباب طبعا لا تزعلوا رح اورجيكم شلون اصور فيديو وهو بغسل التواليتات يلا بيلا الطلع معك طبيخ عباسين خلينا نروح نشوف عمران صار فيه والله سكرت ثلاث مسخره شو هذا ديروا شوف عم عمران دي ما خلصت يا الحبيب هذا شبات يلا بسيم يلا يلا بسيم يلا لا لا حبيبي الشغله نحن تحدي ابوي تحدي خلص صور خلص صفي يلا يلا طلع لي بعدين على فكره لسه في عندك حمامين ها الله لا يهمك روح يسعد اوقاتكم يا شباب شفتوا شلون التحدي الحمد لله رب العالمين فضل رب العالمين انا ربحت علي يعني خيو وسط وعمران هون لو عارف هيك العقوبه طبعا ما تتحدي بس مالي خلص خلاص يا شباب سلام يا احلى شباب لا تنسوني بدعمكم يا شباب